اسبلندا قائد متميز، بيحب جدا يجي النيرسري، ودي حاجة كويسة جدا. أول ما جه كان تقريبا 5-6 حروف مش بينطقهم تماما في فترة صغيرة جدا، تقريبا ما كملش شهر أو شهرين كل الحروف دي بينطقها. حاجة تحس إنك أنت فرحان وأنت داخلها، وتطمن تطمنك وتطمن أولياء الأمور على أولادك وهم موجودين. والتعامل سواء المستوى الاجتماعي أو المستوى النفسي للطفل، ده شيء فعلا مبشر في إن في أماكن بدأت تنهض بالطفل المصري بشكل جيد.